خلونا نصطيج مع بعضنا ولا من جاب ولا من دري ولك تعال لا 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 ايدي من الباط اذا ما انت مترازل عليها بعرفع قزيس وواطي لك لهون يا عبد الحرام اطلع لبرا يا عبد الكل لك اطلع لبرا اطلع لبرا قبل ما لم عليك الجيران ولكن شلون بدي اطلع لبرا واترك هالقشطة والعسل شلون عمل لك اطلع لبرا اطلع لبرا يا حقير يا واطي يا ندل يا لك اطلع لبرا يملك بعت لك كيف طالع مثل الشيطان الرجيم نقلع من هون ولا شلون بدي اطلع من هون قبل ما ادوق القشطة والعسل يا حبيباتي شلون فشرت عينك يا ابن الحرام فشرت عينك خلصنا بقى كني انت وياه وادو لا طالعوا صوا خلونا نصطيج مع بعضنا ولا من جاب ولا من دري ولك ما فشرت يا ابن الكل روحك بدي طلع لك ياها ولك تعال لا لا يا لطيف خير الله وبجعله خير وش صاير عندهم ابصر لا حول ولا قوه الا بالله بس كانوا من هون جاي الصوت اكيد ليه الصوت من بيت ابو صابر الله يرحمه ابصر شو صاير عندهم يا اهل الحاره الخسيس الخسيس حاول يتراسل علي انا وجارتي محمد الحاني يا ابو طالب لا يا عاطي كذب يا اهدى كذب يا سيدي يا ابو طالب والله كذب كله كذب انا ما دفعت لك حق الوصيه مثل ما بدها صارت بدها تتبلاني وتحط من قرارتي ومش يعني يلا وكيلها هذا العاطل حاول يعتدي على مرت المرحوم ابو صابر لا شو عليك يا واطي يا ساتر يا رب كذب يا سيادنا كذب كذب كله كذب خرج يا شباب طلعوا وين الحربه يا جماعه طلعوا وين الحربه بعدين كل حادث حديث مزبوط الحال كذاب لا على الباب خير 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 يا اختي شو صاير احكي لنا ما لحق هذا الدجز يفوت على الاوضه لحتى يشوف القنصيه ما لقينا غير دافش الباب علينا وفايت مثل الشيطان هي والله يا سيادنا لو ما كنت عند اختي مصابر الله اعلم شو كان صار بحالنا استغفر الله العظيم يا ساتر يا رب لا يا واطي لا هذا على حرم الشهيد بالبيت يا سيدي راجي دحيلك يا سيدي راجي دحيلك يا سيدي راجي شو بك ولاد شو بك وين فايت انت هذا بفر ولا فكر حالك فايت عبيتك ولاد كيف ضربتك على راسي انا بعرضك يا سيدي شو بك هدي لشوف شو بك بخصوص المدبوح احكي لي شو صاير معك ابو طالب انا واطي بده يخلص علي بده يخلص علي يا شو يخلص عليك شو ما في دوله ما في حكومه ما في قانون ما في مقر مشان هيك انا بعرضكم انا بحمايتك يا سيدي ولك نصاب شو فكرني انا شو فكرني اه انت الحكومه كلها يا سيدي قولك قولك شو بعد هيك واحكي لي بالتفصيل شو صاير معك نعم بعيونك شو محتاج هات لشوف احكي لي بالاول ولا قال لك نعمل محضر يا مهران لك شو محضر ما محضر يا سيدي لك اخي ما بدك انا احمي خليني احكي لك بالاول بعدين انا حمل محاضر انا حمل محاضر شوف ولا انا بعرف عمايلك ليكون عامل لك شيء عامله ناقصه وجعل عندي لحتى احميك حاجه بكفي انا حميتك كثير ما عاد ناقصني فهمت لك يا سيدي والله انا مقدر منيح كثير مقدر وبعرف قديش انت متحملني طيب هات لشوف احكي لي من اول يلا يا سيدي عم يتهموني اني لك انك شو اني ولا خلصت احكي اني تحرشت بحرمتك شو قلت لا انت مقبوض عليك يا بهراد بهراد دخيلك يا سيدي ولا حرف لك خدامك سيدي انا خدامك خدامك من الاول ده لحق نعرف فاضي احكي من الاول هيك على عافية عمي على عافية عمي ابطالي بشر انت وياه فتلنا حارات الشام كلياتها وما لقيناه له اثرها الواطي مثل ما قال لك طاهر صرنا يومين مهدينا والخسيس ماله مبين
لك كبار عساكر الفرنساوية جبتون من حصون محصنة صغرين سليلين انت وياه. شقفة صوص حقه متليك، ما قدرتوا تجيبوه؟ بنجيبه عمي، بنجيبه. امتى؟ لك امتى؟ بعد ما يهرب من الشام كلها؟ يعني وين بدهم؟ حاصينها معلمي، والله لنجيب لك يا بس انت هدي بالك عنا شوي. هاي الشغلة بالذات ما بدها لا حلم ولا طولة بال. شيء لك واحد عاطل حاول يعتدي على مرت شهيد بعارتنا وين؟ بل بيتها، لك بترضوها يضل يسرق ويمرح، هيك بلا حساب احكوا، انطوه. لا لا والله ما بنرضى. ليش راجعين عم تخافوا بيديكم؟ اياكم ترجعوا بدون العاطل، احرقوا. أمرك عمي الطالب. السلام عليكم سيدي عباس. حبيبي فريزو، حباتك بتحبك لحب شربك شاي. جاي احكي معك جوز كلام حقه داب احمر. شو الحكاية؟ هات البشارة بالاول. اعتبرها صارت بابلوك. عرفت لك من جماعة اصحابي عن واحد من الانوار عم يشتغل مع الفرنساوية عوايني وجايز يكون هو اللي واجبي ابوك. شو هالحكي لك فريز؟ مثل ما عمل لك سيد راسي. هذا الحكي أصلي؟ أصلي ونصي يا عباس، وفي على كلامي ثلاثة شهود أفاضل من عيال كريمة مستعدين يقولوا إنه شايفينه شوفة عيونه يلي بتتأكلها الدود جوات الحاكمية. وينهم هلا هدول؟ موجودين، وإنت ما بدك ياهم بيكونوا موجودين عند منا. اليوم بجيب ياهم لهون على الفرن؟ خلص اليوم بيكونوا عندك، وأنا رح أكون معهم. علي الحلال إيش كان هالحكي اللي عم تحكيه مظبوط؟ لحتى شب لك لبن العصفور إذا بتطلبوا يا فريز. فضلك سابق سيد راسي، فضلك سابق. أنا كل همي أنك تشوف غريم أبوك وتشفي غليلك منه وتخلص البشر من وساخته وتخلص أنت من التفكير فيه. يا ريت، لك يا ريت. وين بيروح مني؟ قربت سيد راسي، عطيت كوسائي. هذا يا سيدي من شغلة 10-15 يوم كنا عم نلملم زبالة الحاكمية، وإذ منشف لك أبو طالب الأنواتي فايت على الحاكمية، ويا ريتنا متنا ألف موتة قبل ما نشوف هالشوفة يا معلم عباس. أنت من وين بتعرفه لأبو طالب؟ ما أنا أصلا من الأنوات، ومن أنا وصغير بعرف لأبو طالب الأنواتي عز المعرفة حتى سأل الشباب. كمل عمي كمل. ما اللي بتقول السيدي عمي؟ بعد ساعة زمان لقينا لك أبو طالب ماشي مع جنرالين كبار، وصلوا لباب الحاكمية وردوا رجعوا لحالهم. ايه وهن راجعين سمعناهم عم يحكوا عن الخدمات مقدم لهم ياها أبو طالب. ليش الجنرالات الفرنساوية بيحكوا عربي مثلنا مثلهم عمي؟ مو عربي عربي، يعني عربي تقيل شوي، بس اللي سمعنا طراطيش حكي عن شو عم يحكوا. ايوه شو كانوا عم يحكوا دخلك؟ هذا يا سيدي أبو طالب عم يعطيهم أسماء شباب من حارات الشام. وانتو شو اللي جمعكم الفريز النو؟ من وقت ما تشرب غزانة من عندي وتمت الصحة بيناتنا. احكي له يا سيدك عباس كيف انفتحت سيرة ابو طالب الأدواتي. هذا يا سيدي كنا عم نتغسل بحمام عز الدين، ومن سيرة لسيرة فتحنا الموضوع. فجأة قام وصرخ وقال عرف غريم عباس الجابري، حتى سأل الشباب. مستعدين تحلفوا على المصحف الشريف على كل شيء قلتوه؟ معلوم نحلف. ياكم تحلفولي على المصحف الشريف على كل كلمة حكيتوها عن أبو طالب الأنواتي. ردوا إيديكم. لك ليش تأخرت علي يا فريز؟ لك لحتى خلصنا من قصة السيف وجين تبع عباس الجابري يا فهمي. إيه بس تأخرتوا علي كتير. حقك علي يا فهمي، حقك علي. أنا ما عم بحكي مشاني، عم بحكي مشان الشباب، وتأخرنا عليهم وما تأخذونا يا شباب مشان الله. كتير كتير أخرتنا فهمي، ما كان هيك اتفاق من الأول. مزبوط، عساس كانت شغلتنا روح رجع، قضيناها طول الليل على قيل وقال، زلمتكم هلكنا بأسئلته اللي تسم البدا. معلش هالمرة زرعوها بدقني، وبالمرات الجاية أنا بعوض لكم إياها. بسيطة فهمي، المهم حاسبونا وخلينا نمشي. إيه حاسبنا الله يوفقك. يلا فهمي حاسبها للشباب وخلينا نخلص. يلا انا بدي حاسبهم. ليش الشغل لالي؟ يلا حاسبهم انت. يلا انا لك انا يلا حروق اعطيهم كل واحد ليره ذهب خليهم يتيسروا على بيوتهم. يلا مستحيل اعطيهم نقله واحده.
ليش مستحيل لك سعدان ليش؟ أنا متفق معك أعطيه 25 ليرة ذهبية مشان خلصني من القصة والمصاري صارت معك، ولا ناوي تعملني عنزة علابة لك أفهمي؟ لا ما رح أساويك عنزة علابة لأنك تيس وما بتفهم، لك أنت بدك تفضحنا، بدك أمرنا يطلع لبرا والناس تعرف فيه، فوت لنتفاهم فوت. خلصونا عمي نروح بيوتنا، نروح عنا أشغال. تكي شباب تكي، شبعكم عندكم حلفان تاني يعني؟ يعني هيك شي. يلا 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 ما منطول، فوت داني فوت فوت. عمل لي زعيم وكبير حارة وانت بالأساس عوايني للفرنساوي، شو علي دبارتك عندي بكرة وحياة عيناك بكرة يوم الفصل يا عاطل، وما رح أرحمك ورحمة الغوالي. درم بكي وثلاث برقان شاي ومشربيني مزبوطين. السلام عليكم أفهمي. الله لا كان جاب الغلا، شوفي وراك هات لشوف. ليش هيك عم تحاكي لك أفهمي؟ والله أنا بحبك. بحبك العقربة، قلني شو جايب لي بلاوي؟ هلا إيه؟ السلام عليكم. الله معكم هوني. كان بعتني لعندك راجي أفندي، بس مو مشكلة. فريزو فريزو حبيبي وين رايح؟ طول بالك، فوت اشرب لك كاسة شاي. لا مستعجل اخي مستعجل، عندي 100 شغلة وشغلة. طول بالك، مو هلا على اساس كنت عم تقول بتحبني؟ امبلا بحبك. خلاص قل لي لشوف، عن جد بعتك لعندي راجي افندي؟ اساله اخي سالو. ايه فوت 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 لنشرب لك كاسة شاي. انت ما بتجيني غير طايش حجر او قهوة. ما صار شي، تفضل فريزو. خير خير ان شاء الله خير. ايه اللي لشوف لك فريز، شو صاير معاه؟ مصيبة يا فهمي، مصيبة وقعت وراسي. مصيبة؟ مصيبة شو هاي؟ في واحد حاطت نوره من نوري، وقعد مثل الحيط، حلف بده يشرب دمي. اوف هيك حلف قال بده يشرب من دمها؟ ايه مثل ما عم اقول لك يا فهمي، يستر على عرضك، يستر على عرضك دبرني. ايه هدي حالك حاجة تصرصع حاجة، عود قل لي شو المسببات اللي خلته لهذا الحيط يقول لك بدي يشرب من دمها؟ تبلي، تبلي يا فهمي، والله تبلي. شلون يعني تبلي؟ لك هذا يا سيدي، في وحدة من القنوات حرمة ندت لي قال بدها تبيعني أصلية، قمت فتت لعند منها. ايه ايه اما طلعت المخلوقة بدها يعني يعمل مع العيبة والعياذ بالله. ايه وبعدين؟ شو بعدين؟ انا زلمة بخاف الله، انا ما بعملها، ولما يأست مني بلشت تصرخ وتولول ولمت علي كل اهل الحارة. ايه شو ايه؟ هجمولك علي كل اهل الحارة مثل التتار، الله وكيلك، هون بيجعك هون ما بيجعك، ولولا قدرة القادر ما ملصت من بين ايديه هون. ايه شغلتك ناكتي. لك شلون شغلتي ناكتي؟ لك يا فهمي شلون شغلتي ناكتي؟ عم اقول لك اذا مسكوني رح يشختوني شغل. وانا عم اقول لك شغلتك ناكتي ما فيها شيء. لك ببوس ايدك فهمني. ببوس ايدك فهمني شلون ناكتي؟ ببوس ايدك. بعد عني بعد عني. لك ببوس ايدك فهمني. روق. انت اذا خايف من ابو طالب هذا اللي عم تحكي عنه، اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيه. لك هلا وقت مسحك يا فهمي، هلا وقت مسحك، انا بدي اتغدى بيغول. ايه انت؟ لك شو عم تحكي انت؟ لك مملكة معسكرة كلها بتخاف منه هاد، انا بدي وقف قدامه. لك مو انت اللي حتوقف قدامه يا بهيم. شلون يعني؟ رح افهمك، بس يكون بعلمك هالغدوة هاي رح تكلفك شوية عملة. قد ما كلفتني تكلفني، المهم بخلص من هذا الطبع اللي اسمه أبو طالب. المهم فهمني قديش رح تكلفني؟ 25 ليرة ذهب. الله لا يوفقك بجاه الحبيب محمد. 25 ليرة ذهب كثير مو كثير؟ لا كثير. لك مو كثير على رقبتك اللي رح تنفت من الذبح. لا كثير فهمي والله كثير. معناته خلي المصاري تنفعك بعد ما تروح شخت يا بهيم. لك طول بالك افهمي، طرينا ايدك شوية، شو هالقصة هي؟ لك المندوب السامي ما معه هيك مبلغ.
بس انت معك، انا حافظك وبعرفك، اطلع من هالبواب عظمك ذهب لك فريزو. طيب شلون يعني؟ انت امن لي النيرات واعتبر حالك نفدت. طيب احكي لي شو بدك تساوي، ولا بدك تبيعني سمك بالمي؟ والله شو بدك يعني احكي لك هيك ببلاش؟ بتحط النيرات بهالكف وقتها بحكي لك شو تساوي وبالقلم نشرح كمان. وبركدا عطيتك النيرات وطلعت حكايتك فافوش. طالما بتعرف شغلتي فافوش ليش جاي لعندي؟ قوم انقلع من عندي، روح يلا، خلي حدا غيري ينفذك من هالطابوسة اللي علقت حالك فيها. لك واحد الله يا رجل، واحد الله. خلاص انا موافق. موافق؟ بري عليك. يلا لكان، حط النيرات بهالكف. لك شو قصتك لك فهمي؟ معقول يعمل 25 نيرة ذهبية بعبي؟ شو هالحكي هذا؟ خويتي انت؟ قوم لكان بسرعة روح جيب الذهبات وارجع، ارجعها بسرعة بالما يطبوا عليك جماعة أبو طالب وتقول يا حيف ويا ندم. مشوار الطريق أخي أفهمي، مشوار الطريق. بس وينها؟ شو هي؟ اوعك تتحرك من هون قبل ما ارجع لك، تكي وكون عندها. لا أنا عم استناك على نار، يلا قوم بسرعة روح. يخرب بيته. قال الحرمة طلبت منه يعمل العيبة معها، بقص ايدي من الباط اذا ما انت مترازل عليها، بعرف عقزيس وواطي. يا ريان جدي والله خسارة ويا حيف ضيعت لها الحرمة.